شو بتقول الأفلاك لمواليد الحوت بالأسبوع الأخير من شهر شباط فبراير 2024؟ يا عزيزي، إذا بدك بين الخميس والسبت من هالأسبوع تاخد قرار صارم ومؤلم على الصعيد الشخصي، عمله بلا مناورات وتدوير للزوايا. قول كلمتك وامشي. يمكن أنت بدك تنهي علاقة ما عادت مناسبة لإلك، أو أنك بتشعر بعدم الأمان. تذكر أنه الموت السريع أكثر رحمة من الموت البطيء، وما تعذب ضحيتك. هالفترة دقيقة بس بتجعلك تستعيد اهتمامك بنفسك، وبتعطي لذاتك وقت لمعاودة الدرس بدك ترغب فيه أو لرفضه، وهيدا حقك. القمر المكتمل ببرج الأسد يوم السبت 24 بيدفعك لهالشي، يعني بدك تدرس أمر أو ترفضه، أنت حقك إنك تحكي عنه وتاخد قرارك. بيتحدث كمان القمر عن وضع مهني يمكن يكون صعب، بينتابك شعور بالقلق أو بيطرأ تغيير غير متوقع على مشاريعك. عزيز الحوت، تحمل مسؤولياتك بهدوء بانتظار وقت أفضل. يمكن يصير شي، يطرأ شي يوم الثلاثة بين الثلاثة والخميس، شي بيهدي البال. أما الأحد 25 والتنين 26 يعني قبلون، فبيكونوا معاكسين. يمكن تهبط خلال معنوياتك أو تتراجع عافيتك وتشعر بالإحباط. الفترة عابرة والتغييرات الإيجابية هي بالطريق لإلك، وإذا شعرت بهالوقت بمراوحة المكان لح تنطلق الثلاثة 27 لإثبات كفاءتك.